بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. برنامج ضيف الثقافية يتشرف الليلة باستضافة الدكتور محمد كوريرا. محمد كوريرا من كبار المثقفين الموريتانيين، وحاصل على الدكتوراه في التاريخ والحضارة من الجامع الأزهر بمصر. عمل سنوات أمينا عاما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الآن رئيس مركز المرحوم ودي بوبو كوريرا. صحيح. إذن أطلب بداية، بعد الترحيب به طبعا، أطلب منه بداية أن يحدثني ويحدثكم عن هذا المركز المهم، أي مركز المرحوم فودي بوبو كوريرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. بداية أود أن أشكر موريتانيا الثقافية على هذه الاستضافة الكريمة، وكما أشكر لها اهتمامها بموروث بلدنا، وخصوصا الجانب التربوي أو الثقافي الذي يستوقفنا فيه هي حياة محمد أو الدكتور محمد كوريرا في المحضر والمدرسة النظامية والسياسة والوظيفة والوطن العربي. إذن من هنا إذا أردتم أن نبدأ أولا بالتعريف بضيفنا، التعريف بكم شخصيا. فما وما ومن وما هو محمد كوريرا؟ نعم. محمد كوريرا لم يكن ما كان أن يكون، كان أن يكون نكرة لولا الرجالات الذي وجهوه وساندوه وأخذوه بيده مشوارا بعد مشوار ومحطة بعد محطة، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر تبديلا، صدق الله العظيم. ومن حسن الحظ أنا سليل أسرة محضرية عالمة، ورثتي العلوم القرآنية والشرعية والعربية كابرا أن كابر، كما ورثتي شيم الوفاء والصدق والجدية والعمل والإخلاص سرا وعلانية خدمة لهذا الدين ولغته العربية. وهذه المحضرة التي تخرجت منها، وكثير من موريتانيا في جيدماغا أغوينيت، أنا مقاتل سليبابي، وكثير من أبناء موريتانيا وأبناء دول المجاورة مثل السنغال ومالي وغامبيا على يد جدنا الأول واجي مارو كوريرا، فابنه محمد واجي كوريرا الذي أتشرف بحمل اسمه تخرى. يستحب. فالمحضرة تأسست يعني قبل 3 قرون، وكما ذكرت آنفا على يد جدنا الأول. وقال لك أنت تفخر به. وأنا فخور بهذا بهذا. إذن فالمحضرة جامعة يعني على غرار المحاضر الموريتانية، على غرار المحاضر الموريتانية من التحجي إلى تحفيز القرآن وعلومه، ثم الانتقال إلى المتون الفقهية من الرسالة إلى خليل
ولا الفي ابن مالك. إذن وفي هذا الجو ولدت 1963 في أبوينيت. جو في هذا الجو العلم وولدت هذا الجو 1963 ليجرفني تجريفا هذا التيار الحاضر من حب الإطلاع والشغف لعلوم القرآن والعربية. ولم يزدني تيار تغرب إلا تشبثا وتمسكا بهذا المشروع العظيم ألا وهي اللغة العربية لغتنا الجامعة. هذا صحيح. هذا زين حتى. وإذا كان هناك إذن حدثنا أكثر عن المرحوم فوجي بوبو كوريرا كوريرا. أريد مزيدا من فالبدو كوريرا هم من الذين تخرج كثيرا من أبناء ولاية أبناء جيدماغا أسوانيكا وحتى أسوانيكا في مالي وفي هم قاوموا المستعمر المستعمر بأقلامهم وبمدافعهم وبمدادهم. أنتم تعرفون أن المستعمر هو كان عنده سبل الجنة لكن رفض ما جاء يعني به هذا المستعمر. والغريب أن موريتانيا في ذلك الوقت لم تكن موجودة كموريتانيا حاليا، لم تكن هناك إدارة موحدة. ما هذا المسلمون في موريتانيا في الجنوب البيضان والفلان والأسوانك كلهم كانوا يقاومون المستعمر، يعتبرون عدو مشترك رغم اختلافهم في اللغة ورغم اختلافهم في ألوان، لكن هم متفقون على التوقير ومحبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم والتوقير ومحبة هذا الإسلام العظيم. إذن كان هذا الإسكان الإسلام ووقود هذه ولذلك نحن ليس غرو نحن ليس غريب نحن ندافع أن هذه الثقافة، لأن نعتبر أن هي ثقافتنا، لأن ورثنا هذه الثقافة كابر عن كابر. إذن نعتبر أن اللغة العربية جزء لا يتجزأ من القرآن، جزء لا يتجزأ من الإسلام، لأن كل شيء له اللغة، حتى الجماد الحجار كله عنده اللغة والحيوان عنده اللغة، اللغة الإسلام واللغة العربية. إذن حد ينكر هذا ويدعو إلى تعلم اللغات الأجنبية باعتبارها لغة التجارة والمال، وأنا معهم في هذا، لأن نحن في هذه العولمة جزء من هذا العالم الذي لا يرحم، لأن الشركات الوطنية حتى الوطنية والشركات الأجنبية شروطهم للتوظيف لابد تجيد اللغة الفرنسية، ثقافتهم. والغريب نحن ك ك ك ك كمسلمين وكعرب تجد أنا مرة ركبت طائرة عربية من دول عربية إلى الصين اشتقت العرب اللغة العربية ما شفت مديفة تخاطبني باللغة العربية. إذن لو أنت شفت هذا مستحيل في إير فرانس، الخطوط الجو الفرنسية أنت ما تقدر تطلب العمل فيهم أنت لا تجد اللغة الفرنسية، وكذلك الخطوط الجوية الأمريكية وبريطانيا. إذن هاي اللغة لغتنا ثقافتنا، لأن حد ما يقدر يفهم هذا الدين الحنيف وما يقدر يفهم القرآن بدون هذه اللغة. ليس هناك مسلم لا يقرأ أو لا يتكلم بهذه اللغة رغم أنفه من بسم الله في الأكل أو في الشرب، وخليها قبل الفاتحة. أنت لما تأكل تقول بسم الله، ولما تشرب تقول بسم الله، ولما تسلم تقول السلام عليكم، ولما تصلي في الجنازة تقول اللهم أغفر له وأرحمه. إذن معنا، لكن المطلوب منك أنت كمسلم تقرأ يعني هذه اللغة لكي تستطيع أن تقرأ كتاب الله قراءة سليمة. ليس من المبرر أن نقول أنا كوري وأخسر القرآن. والغريب في هذا البلد لما إنسان يتكلم باللغة الفرنسية ويرتكب خطأ في نحوها أو صرفها كأنهم ارتكب جريمة كبرى في حق الإنسان، لما يخسر القرآن ويكسروا ويخسروا كيف شيء عادي، شيء غريب. مفارقة غريبة غريبة نعم. الحقيقة
واضح 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 ما قلتم عن العربية هي اللغة الجامعة جامعة للشعب الموريتاني. وهنا عندي سؤال، نحن في موريتانيا هل عندنا ثقافات متعددة أم عندنا ثقافة واحدة؟ شوف، فالإخوة المثقفون العرب إنما يتكلمون عن موريتانيا يصور موريتانيا كما كان يصور المستعمر، لأن المستعمر قبل ما أن يغادر بلدنا هو يعني خلق أمتين في موريتانيا، أمة ناطقة بالعربية ويقدسها تقديسا بالعربية، وأمة ناطقة بالفرنسية وتقدسها تقديسا. إذن ولذلك ما ينبغي نحن كموريتانيين أن نصف أنفسنا أن موريتانيا في ثقافات متعددة، هذا خطأ. نحن ما عندنا ثقافة واحدة، ثقافة إسلامية. نختلف في الألوان ونختلف في اللغات، هاي مولي آية من آيات ربنا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرب بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء. صدق الله العظيم. إذن هذا الإسلام لم يعترف نسبيا باللون ولا بالقبيلة ولا بالفن، الناس كلهم السواسية أمام الله كأسنان المشت، إلا من تفوق على غير بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم أكرمكم. لو نحن فهمنا هذا القرآن وفهمنا هذا الرسول الكريم ما عندنا مشكلة. لكن المشكلة اليوم هو الجهل في الدين والجهل في حياتنا الثقافية. لأن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله ذاتهم، يا رسول الله متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال إذا عرف نفسه. إذن المشكلة نحن حد ما يعرف نفسه ما يجد يعرف ربه، لأن هاي كامل لخبط، هاي كامل نحن زنوج ونحن بيضان ونحن قوميين ونحن ناصريين ونحن هذه كامل خطأ. طبعا نحن ورثنا هذه الأرض، أجدادنا ما كان يعرف هاي حدود، هاي ما كان خالي، والبيضان اللي كان فيهم واللي كان الكوري اللي كان فيهم كامل متفقين على التوقير ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاوموا المستعمر للدفاع عن هذه القيم الإسلامية التي هي مبرر وجودنا في هذه الحياة، الضامن في استمرارية ماضينا المجيد الذي هو مستودع أمجادنا وبطولتنا وعقيدتنا ومميزنا بالأمر. إذن ولذلك أنا دائما أهتم بالثقافة وأدافع أن هذه اللغة ملي، أنا لا أريد أحدا أن يكون قحطانيا أو أن يكون أدنانيا، أنا سونيك، أنا فخور، أنا سونيك. أنا في بعض الناس يفهمون نحن كوريرا دور نكون عرب، لا، أنا ما دور حد يكون قحطاني ولا حاشمية، أنا دور تبقى سونيكي وتبقى سهولانية وتبقى ولفية، لكن كيف أنت تكرس جهودك لتعلم ولتعلم أولادك اللغات الأجنبية؟ ولماذا هذه اللغة؟ إذا كان أنت تعتبر هذه اللغة اللغة الأجنبية اللغة التجارة والمال، أنا أدعوهم إلى تعلم اللغة العربية باعتبارها لغة رب التجارة والمال، كلام رب العالمين. إذن إذن ليس هناك موريتانيا يعني الثقافة. أنا قلت هذا قبل 15 عاما في المحاضرة، أنا قلت موريتانيا ليس هناك ثقافة متعددة وفي أنواع في ألوان مختلفة وفي اللغات متعددة، وهذا مولي اللغة السونيكية واللغة البولارية واللغة الألفية، هاي لغتنا كاملة. لكن كيف أنا دائما أقول إن أنا أؤمن أننا في بلدنا في لغات متعددة وفي ألوان متعددة، ولكن في نفس الوقت أؤمن بأن لنا لغة وطنية مشتركة هي العربية. صحيح. لماذا؟ لأنها لغة قرآننا، لغة قرآننا ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشر المحسنين.
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنظرين باللسان العربي المبين. لغة الصلاتين، لغة مساجدنا، لغة محاضرنا، لغة كتبنا التي درس أجدادنا، لغتنا لغة نبينا العربي محمد بن عبد الله، وفي نهاية لغة جنتنا. نحن مع الانفتاح للغات الأجنبية والاستعانة بها، ولكن يجب أن تبقى أجنبية. أخي الكريم، عيب أنا لما أخاطبك باللغة الأجنبية وأنت موريتاني وأنا موريتاني، هذا إهانة للعربية وإهانة للسونينكية وإهانة للبولارية وإهانة للأوروبية. هذا الحديث، الحديث اللي رددته وتدافع عنه، هل سبب لك شيئا من عدم التفاهم مع بعض المثقفين؟ أنا منذ جيت في هذا البلد منذ 94 أنا تعرضت للظلم والعدوان. أحيانا بعض الناس يصفونني أو يصفوننا الذين كأمثالي بخونة وكذا، نحن ندافع عن العربية، لأن نحن ندافع عن العربية، العربية ما هو لغتنا. أنا لا، الجهلوتو، لكن نحن ما ندور ناقة من هذا الموقف ولا جملا. نحن كيف كما قلت سابقا ورثت هذه الثقافة كابرا كابر. إذا أنا أدافع عن هذه اللغة ما هو اليوم، وسأدافع عنها حتى آخر حياتي على هذا الكوكب. إذا تعرف هاي البلد، في البلد في الناس تعرضنا، وتعرضنا. أنا تخرج منذ 94 ما حصلت الوظيفة إلا 2007 وما فيش في الناس، يعني أنا كنت في أبواب كامل مغفوبة. هاي هم يفكر هاي فلان خطر علينا، مستقبلنا غير مضمون لو هاي الرجل وصل إلى مكان مرموق. لكن هم وما يعرفوا قدر مولان. في جاء يوم أنا طلعت رغم أنفهم، أنا ما كان عندي علم به، وأينت أمين العام لمجلس القضاء والاجتماعي 11 عام. هذا الفكر اللي لا يفهم في الحقيقة ما كنتم تقولونه، لا يفهم أن اللغة العربية هي لغتنا الجامعة، وأن التحدث بها وامتلاكها لا يؤثر علي إذا كنت لست عربيا. أنا زوجي لا هم خطأ. هل المدرسة يمكن أن تساعد في فهم هذا التصور؟ المشكلة للدولة، لأن دولتنا هي اعتبرت اللغة العربية لغة الدستور. أنا قاعد في ضد هذه التسمية. المفروض نقول اللغة العربية لغة الأمة، لغة الوطنية كما يقال. لا لغة الأمة، لا قالوا لغة الدستور. لغة الدستور معنى أغلبية، لغة أغلبية، هذا خطأ. اللغة العربية ما هو لغة الأغلبية، لغتنا جميعا. إذن هاي هو اللي يلا يكتب في الدستور اللغة العربية لغة الأمة، لأن لغة الأغلبية من الناحية اللغوية، لغة الدستور معنى لغة الأغلبية. لأن أنا بالنسبة نحن اللغة العربية لغتنا الجميع، لأن ليس هناك أي واحد منا اليوم لا يمارس اللغة العربية في حياته المنزلية والفردية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. على الأقل لما تبدأ شيء تقول بسم الله، وتأكل تقول بسم الله، وتتوضا تقول بسم الله، وتقرأ الفاتحة وما تيسر لك من سورة أو آية بهذه اللغة. إذن في العربية إذا اتفقنا أن الإسلام دين الجميع، فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول الجميع للجميع، فالقرآن الدستور للجميع، فالعربية هي الأخرى، لا يمكن إلا أن تكون هي الأخرى للجميع. هذا الجهل والثقافة المستعمر هو الذي طبعاً هو اللي أرساها. وبعدين الإخوة الذين لا يفهمون العربية هم يعتقدون ما هو الزنوج وحدهم، حتى البيضان طبعاً، وما هو لا في العرب وهم ضد العربية وفي هاي البلد طبعاً. أنا أعرف هذا. إذا المشكلة لابد في يفكر أن المثقف بالعربية هو متخلف، هو همجي، هو لا يصلح إلا أن يكون إماما أو عد الحجاب أو غسل الموت أو غير ذلك، وهذا هذا غلط. فالرسول صلى الله عليه وسلم
وخضع له الروم والفرس. صحيح. ها؟ صحيح. إذن حد يعرف القرآن ما يجد يكون متخلف؟ حد يعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد يكون متخلف. تخلف ما هو حد تقدم ما هو في المظهر. التقدم ما هو في الكرافتات والكستوم وكذا. مشاكلنا ايضا الكبرى جهل التاريخ. ايه جهل التاريخ. جهل التاريخ. جهل انفسنا وجهل في ديننا. لان هاي الدين لو فهمنا ما عندنا مشكله. مشكله الجهل في الدين. وهناك ايضا بعض من النزوات السياسيه التي تدخل. انا السياسه انا قد نختلف مع الكوري، قد نختلف مع بيضان، وما زال باللغه العربيه. وما الزم بالقرآن في اختلافنا السياسي واختلافنا الاجتماعي. أنا قد نختلف معك سياسيا، أنا عندي حق ندور منك أن يطلبه، لكن ما تدخل في العربية فيه، ما الزم باللغة العربية وما الزم بالقرآن فيه. فالقرآن واضحة، والقرآن واضحة ما يفرق بين الأبيض والأسود إلا بالتقوى. صحيح. وما يفرق بين الغني وما يفرق. مولانا قال كيف أنا قلت سابقا الإسلام لم يعترف باللون. طبعا. إذن مشكلة سياسية، نحن قد نختلف في السياسة في حي البلد كما قلت سابقا، مختلفون في الألوان ومختلفين في اللغات ومختلفون في بعض سياسيا معارضة وكذا كذا وفي بعض الناد يعني، لكن نحن متفقين على أهم الأشياء، متفقين أن هذا الإسلام هو ديننا الجميع، ومتفقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا هو شفيعنا يوم القيامة، ومتفقنا أن القرآن كتاب الله. كيف تكون اللغة العربية محل الجدل؟ اللغة العربية لغة القرآن، ما هو البيضان هو اللي فرض علينا اللغة العربية؟ ولا 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 قوم اللي فرض علينا اللغة العربية هو لما الله سبحانه وتعالى اختار لنا الإسلام الدين واختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا والقرآن الدستور. إذن يجب على كل المسلم، فبعض الإخوة العرب يعتبرون أن اللغة العربية لغة العرب هذا إدعاء خادم، لأن حتى اللغة العربية هي أكبر أن تكون حتى لغة للمسلمين وحده، لأن كيف أنا قلت لك الدستور عالمي، في القرآن دستور عالم، فالرسول رسول عالمي، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النظيرا. إذا هو إلى الناس كافة. إذا كيف الإنسان كيف تفرق بين السنة ومندوب والفريد وال وأنت ما تقدر تقرأ القرآن. تذكرت حالا بيت للشاعر شفاه الله أحمد دول عبد القادر، ماذا التفرق والإسلام يجمعنا؟ يجمعنا أي لماذا؟ لا يعلم السر إلا الله. إلا الله سبحانه. إذن هذا صحيح. هذه القضية طرحت، هناك استفهامات طرحت في سنوات ماضية لما أرادت الدولة أن ما أرادت الدولة أن تجاري أو السياسيين، سياسيين من البيضان ومن الكوار، فبدل أن تجعل لغة موحدة قالت لهؤلاء تعلموا العربية ولأولئك تعلموا ما شئتم أي الفرنسية، والهوة صبحت هو كبيرة بينه. حتى أني في المدرسة كنت مديرا لبعض المدارس، أرى التلاميذ وقت الراحة طائفتين، طائفة من البيضان تلعب وحدها وطائفة من الزنوج. لا نحن كنا لا نحن قافل كنا لما تصل العربية لو جاء أستاذ العربي اللغة العربية الناس كانوا يخرجوا. طبعا ما كان وقال ما هاي اللغة ما هو لا ما عندهم مستقبل. هاي هاي خطأ، هاي كامل جهل. حتى انه نشاء مفهوم عند عند الناس يقول لك هذا انا رابيزان، انا رابيزان يعني ريانيتو، يعني انه ما هو مهم. صالح الله كيف قلت انتم تغسيل الموتى، لغه الموتى والحجاب يد الحجاب. ايوه انا لما جيت هم فكر لها، انا لما تخرجت من مصر هم لما دخلت في السياسه قال انت مالك في السياسه، انت ماشي في المسجد وتسلب الناس. أنا قلت أنا نقدر نمشي في المسجد، نقدر نسلم، نقدر نقودكم أمولي. ما هو موقفك من 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 ضرورة تعلم اللغات الأجنبية أيضا للانفتاح؟
أنا قاعد مع الانفتاح على اللغات الأجنبية والاستعانة بها، ولكن المشكلة يجب أن تبقى أجنبية. يا أخي ليس من المعقول نحن نحتفل كل سنة بعيدنا الاستقلال. صحيح. تعتقد أن لا معنى الاستقلال إذا لم يرافقه الاستقلال الثقافي. وهو قاعد خالق الاستقلال الثقافي هو الاستقلال. يعني إذا نحن ما عندنا هذا. إذا اليوم كيف أنا قلت كيف موريتانيا في أمتان. حتى في التلفزة لو الناس ينفت الناس أنا شفت لا موريتانيا واحدة. موريتانيا الدولة غريبة. مجتمع غريب. صحيح. ورأي السودان وفي وثنيين فيهم. يعني قبل انفصالها. ويجي وزير ما يجي لابد يتكلم بالعربية. والتونس أراي في أمازيغ والجزائر في أمازيغ وفي بربر. لكن حد يكون وزير اللي قال له تخاف انت بلغة الأمة. موريتانيا وحده تجد لجميع الوطنية كيف في أمتان. كيف أنا قلت لك أمة ناطقة بالعربية هاي اللي في موريتانيا وحده. إذن لو كان نحن قام ما ندور العربية قلقا من الجسور لأن النائب اللي يأخذ الكلام يخاطب قومه يخاطب قومه وقومه قومه اللي في دماغه هم ما يعرفوا اللغة الفرنسية مصا هاي هاي هو يخاطب مين أنا أعرف صرت نحن تعرضنا للمشكلة هاي مرة مسؤول كبير أنا أعتقد رئيس الجمهورية الحالي هو في حملة انتخابية رئاسية ودما يجي نحن قلنا رئيس يخاطبنا بالعربية وبعدين ترجمها إلى إلى لغاتنا الوطنية البولارية والسونكية والولفية ما هو خالق فيهم لكن من رئيس يخاطبنا بالعربية وبعدين نحن نترجم إلى السونكية والبولارية في بعض الناس قال لا بقيد مغا لكي بقيد مغا تكون موجودة لابد نتكلم باللغة الفرنسية أنا قلت أنتم بعد قد تكون موجودة وكأنها لغة الأم ما اللغات الأم قال اللغة السونكية الأم قال لا ما ندور هاي إذن هاي واركي نحن طرحنا هذه القضية نحن بحاجة قبل إلى صقل ثقافي لكن الدولة لابد تساعدنا لابد تساعدنا ما هو ما 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 منطقي أخي وزارة داخلية تكتب وثيقة إلى خارجية موريتانيا باللغة الفرنسية هاي 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 ما نقدر نقول نحن مولي الدول العربية في واحد مستشاري مترجم جاء من الصين هم يعتبرون موريتانيا الدولة العربية طبعا هو جاء هو ما جبر وثيقة هو يعرف العربية هو ما جبر وثيقة يترجم كامل الجهلي هو ما يعرف هي مرأة هي ما تعرف الفرنسي قال هي ترجع إلى بلد شيء غريب هاي لماذا هاي ليس هناك اللغة أعظم من هاي اللغة العربية نحن نحن الآن الإخوة اللي يبذلون جهدا وأولادهم يقدسون هذه اللغة أنا ما ألي انفتح للغات الأجنبية والاستعانة كما ذكرت أنا لكن يجب أن تبقى أجنبي يا أخي ما نجد اليوم أولادنا شوف نحن ما عندنا منهج التعليم موحد صحيح ما عندنا إذا هاي ثقافتنا نحن ندافع عنه لا ندافع عنه من أجل زيد أو عمر نحن ندافع عنه هاي لغتنا اللغة القرآن لغة الصلاة أنا أولادي أنا قلت لهم تعلموا اللغات الجميع لكن اهتموا بهذه اللغة هاي لغتكم لغة أجدادكم لغة قرآنكم لغة صلاتكم هاي واللي نحن ندعو إليه وبعدين ما ندور الناقة ولا جمل من هذا لو وجدنا 100 محمد كوريرا سيأتي نصر الله من مشاكل سيأتي نصر الله لكن الإخوة بعد الإخوة العرب القوميين دائما هم يطرحون القضية ما وصالة هم يعتقدون أن اللغة العربية خاصة بهم هذا ادعاء خاطئ فالعربية هي لغة القرآن طبعا والقرآن لا يخص اللغة القرآن ما هو خاص بالعرب ولا بقومي ولا قومين لا هذا 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 خطأ هذا كأننا جعلنا اللغة العربية في مكان ضيق هاي ما وصالة فاللغة العربية لغة عالمية اللغة العالمية لأن الإسلام دين عالمي في القرآن دستور عالمي كما ذكرت آنفا إذا لابد أن نفهم هذا نحن ما ألين في تهم أنا تعلمت اللغة الفرنسية في أليانس فرنسيس في باريس كل أنا كنت أخلص شهرين حوالي حوالي 200 أورو في ذلك الوقت انتنسيفما نحن ما ضد اللغة الفرنسية لغة بشر أنا قد نكون ضد السياسة الفرنسية ما قد ضد لغته
لغتنا ما نقد انا مالي في تمام اللغات الا انا اسافر، حد يسافر اليوم هاي ما تعرف هاي اللغات دور تتعب. صحيح. لكن على الاقل ما نكون عدو وما نكون مقاتل عدو لانفسنا لان هاي اللغه عندك مشكله ما بيضان ولا عندك شيء اخر. انا نختلف نقد نختلف انا نقد نختلف مع اسواني ونقد نختلف مع بيضان نقد نختلف مع اهل المكه، لكن وما ذنب الاسلام فيه وما ذنب اللغه العربيه فيه؟ هاي ولا الاخ نحن لكن هاي كامل لابد نحن كشعب نكون واعيين لابد تحسيس تحسيس وبعدين الدوله مو اللي تساعدنا لابد هو قال الدوله تساعدنا الدوله نفسه هي تنبه لا نحن كيف انا دائما اطلب الدوله أن نستخدم اللغة العربية في هياتنا الإدارية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. لو تم تعريب الاقتصاد ورق الناس هم ما هم لا يدعمون العربية الفرنسية حبا للفرنسية، هم دور الوظائف. لو الدولة قول أنت حد ما 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 يقدر يكون وزير لابد يجود العربية، هم كامل أولادهم 60 سنة 70 سنة دور يتعلموا العربية. هم ما 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 يبحثون ما يتعلمون الفرنسا حبا للفرنسا او للفرنسا هم للتوزيع. اذا انا ما هذا التوزيع كيف انا قلت اذا كان اللغه اللغات الغربيه ندعمها ونتعلمها لان باعتبارها لغه التجاره والمال. هاي اللغه العربيه مولي لغه رب التجاره والمال كلام رب العالمين. إذا الإنسان ما تقدر الأمور اللي إن شاء الله من فوق الرسول قال يكثرون من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر الشر ويدق. كيف أنت تقرأ القرآن أنت ما تعرف العربي؟ أوكي كيف كيف؟ أنت 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 تقول هاي عربي صالح للحجاب. الحجب مين؟ حجبك أنت؟ انت لو انت تعرف نفسك انت قد حجب نفسك تحصن نفسك نفسك. اذا ما انا انت لما لو تعلمت العربي وعرفت القران وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم انت ما تخدم السعوديين ولا تخدم البيضان الموريتانيين، انت تخدم نفسك وتخدم دينك. هذا صحيح. وانت ما انت تصلي وتقرا شيء ما تفهم كيف الجنه ما هو سينما؟ الجنة كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل شيء طريق والطريق للجنة العلم. والعلم الناس يفكر ان الجنة عبارة ان يمشي الحج وتذكر بي وتمشي الحج وتعدل الطواف في الكعبة. الاسلام ما هو هذا؟ الاسلام دين العلم. دين العلم امل دين الاخلاص. كل شيء غير مبني مفتاحه اللغة. كل شيء غير مبني على ثلاث الامور لا غير مقبولة غير مبني غير مقبولة سواء كان عبادات او حياتنا الدنيوية. العلم والعمل والإخلاص. إذا كيف أنت قد هاي الكتاب هو رسالة ما هو رسالة للبيضان هو إلى الناس كامل. وكيف أنت قد تفهم هذا الكتاب بدون هذه اللغة؟ كيف أنا قلت لك كل شيء له اللغة حتى الحيوانات كل شيء ما في شيء ما عنده اللغة. قد أنا ما 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 قد يكون أنا كوريالي لا أفهم لغة الحمار ولا النمل ولا النحل ولا النحل لكن كل ما في شيء ما عنده اللغة حتى الحجار له اللغة لها اللغة لكن القرآن لغته اللغة العربية. هاي اللي مولانا قال آيات كثيرة إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. إذا معنى القرآن نحن ولذلك نحن ما ألين فتح للغات الجمل والاستعانة بها ولكن ما نجد النبقة ونحن متحيرين ما نعرف ماذا نفعل ماذا يفعل أولادنا في المدارس. وكيف أنت قلت مجتمع منقسم إلى قسمين أو أمتين، أمة ناطقة باللغة الأجنبية وتقدسها وتموت من أجلها، أمة قليلة في كيف انا منهم تقدس هذه اللغه وتدافع عنها وما زال المجتمع ينظر اليه كانه همجي ومتخلف وناقص
مخلفات الاستعمار لكن المستعمر ومشي المستعمر هو مشي عنه كما يقول السياسيون ونحن نحتفل كل يوم كل سنة باستغلالنا السياسي كما يقول السياسيون تراكمات مثل أمور الأسباب المبهمة. إذن قبل ختام الحلقة التي أشرفت على النهاية، أنت دكتور تتحدثون العربية الثانية طبعا، تتحدثون السورينكية والبولارية تتحدثون كذلك والولفية الشوي والله الشوي ما هي حقيقة عنكم هذا هو المواطن. لا نحن ما عندنا نعرف ما عندنا ولف كم ما عدلت هذا حقيقة لأن قد ما عندنا فلانين كم مولج من الإنسان الموريتاني ما 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 لا يمكن أن يجد نفسه غريبا في أي مجتمع من مجتمعات ما وصل وهذا حب لا شغل. نحن عندنا أربع لغات فقط. عندنا أربع لغات فقط. كيف نحن أربع لغات؟ وفي اللغة مولي هناك بعض. لا نحن في اللغة مولي نحن كامل المشتركين فيها. اللغة العربية. ما في أحد هون ما يستخدم هذه اللغة في حياته الفردية والمنزلية والدينية. ما هو خالي. إذا المشكلة شنو؟ المشكلة السياسية أنا اختلفوا مع البيضان واختلفوا مع الفلان والسونيكين في السياسة لكن ما ذنب والتدريد اللغة العربية لأن كوريرا يعرف العربية هاي ما ذنب اللغة العربية أنا تعلمت اللغة العربية أنا مشيت في القاهرة أنا درست اللغة العربية وأنا كنت صغيرا ما كنت أعرف أننا سأكون أميل أم ولا أكون عندي وظيفة سامية في الدولة ما كنت أتخممها أنا ورثت هذه الثقافة فقط وحصلت خير الدنيا والآخرة والتوب لكن ما نويت أن أكون مسؤول كبير في البلد لأن وجدت جدي يتعلم هذه اللغة ويدافع عنه وتوب إذا معنا أنا وجدت ملي هو على الحق طبعا هو على الحق إذا معنا إذا يجب علينا نحن كمثقفين سواء كان الذين يدافن العربية كأنها لغة مجموعة معينة وهذا خطأ اللغة العربية ما هو خاصة بالبيضان لا 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 ولا بالعرب والفرنسية ليست والفرنسية لغة ما هو اللغة والفرنسية ما هو اللي قاعد نتكلم عنه لأن اللغة الفرنسية وأنا نحن نقدر ظروفهم هم يعرفوا هاي اللغة هم قد يعبر عنها نحن نقدرهم هم يعرفوا ليه هاي اللغة هم الصغار تدربوا على هذا هم حتى مع أولادهم ما يجد يتكلمون باللغة السونينكية أو باللغة البولارية إلا اللغة الحوار بينهم باللغة الفرنسية مرة أنا حضرت في الاجتماع لين نحن وحدنا أسواني هم يتكلم أنا قلت برواد أنتم تتكلم أنا قلت لماذا أنتم تتكلمون باللغة الفرنسية نحن أسواني فيما بيننا وأحيانا يحاول لكن يتناسون أو ينسون طبعا هذا موجود في مجتمع أي خطأ هناك جيل أنا منه هناك جيل تعلم بالفرنسية وكانت أنا ذاك العربية حقيقة لا تدرس دقائق مدة الأسبوع شوف هاي ما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم هو عندما يظهر مكة كنبي اللي قال التاريخ اللي يعرفون القراءة والكتاب لا يتزوجون 25 شخصا يعرفون القراءة والكتاب هم كامل كبار الرسول ماذا فعل الرسول قال لهم هم كيف يجتمعون كيف يبيعون كيف يغتسلون كيف ينامون كيف يتزوجون كيف وجعل الطلب العلم فريضة لازم على مسلم انت بدأ يأ وقتك يا أخي في يسرين اليوم انت تتعلم اللغة العربية عندك وقت بدل ما تنافق وتمشي وتجي هون ما تتعلم يا اخي ما تقول عندك وقت انت ما عندك وقت هاي دينك هاي قيمك لست مخيرا انت كيف انت تجلس وهي الرسول هو 40 سنه هو وتعلم كيف انا كنت 25 فرد هم اللي يعرفون القراءة وكذا الباقي كامل جهل قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كم الناس تعلموا اصبحوا علماء كثير في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ما كان يستغلون الفرص كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختنوا خمسة
حياتك قبل موتك وصحتك قبل صومك وفراقك قبل شغلك وشبابك قبل حرمك وغناك قبل فرقك. نحن مشكلتنا نحن نضيع وقت فيما لا فائدة فيه. طبعا نحن عندنا فرصة نجد نتعلم بدل ما تجلس وتعدل الكارتة وتعدل لكاز وكامل. انت ما تقرأ الفاتحة وتقول انت عندك وقت. هاي ما هو مبرر. هاي مبرر. انا مع اي حد يحترم اللغة السونيكية يحترم اللغة الفلانية ويحترم اللغة الوفية. هاي لغاتنا جميعا ولا نطلب أحد أي حد ملك كما ذكرت آنفا أكرر أي حد أن يكون قحطاني. موريتانيا موريتانيا فخور. لا في بعض الناس يقول لك كوريا دور يفرض علينا العربي ودور نحن نكون عرب. أنا ما أقول حد يكون عرب. أنا فخور أنا سونيكي وأوجد اللغة السونيكية بصفة جيدة وأكتبها. وأنا كنت في القاهرة مولي كنا من الناس يدعمون اللغة نكتب لغاتنا بالحروف العربية. لكن المفرزين كانوا أقوى منا. نعم وفرضوها باللغة. وفرضونا أنا أقول نحن قلنا هاي أجدادنا أسلافنا كانوا يكتبون الرسائل ومؤلفاتهم باللغات الإفريقية وبحروف العربية. صحيح. إذن لماذا نحن خاصة موريتانيا؟ كان لكن هم أقوى منا وحتى أقوى أكثر تأثير. فرضوا هم قالوا لا 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 أنتم تفرضوا علينا شيء ما قلنا نحن للحروف اللاتينية وخوفوا الصمينك أنهم إذا ما كتبوها بالعربي بالحرف العربي فسيذوبون وتذوب ثقافتهم. كيف تذوبون؟ الفرس لم يذوب. الفرس لم يذوب. ما المزيد؟ لا كيف يذوب؟ لماذا هم يتكلمون باللغة الفرنسية وهم ما زالوا سوني أسواني؟ لماذا لو تكلموا بالأنا ورك أنا أتكلم بالعربي أنا سوني؟ صحيح. وأنا سونيك أنا فخور أنا سونيك. أي ما قد غيرني ووليد حضارة عريقة عريقة. إذن معنا ما هو هم بركان هم يدرسون اللغة الفرنسية مرارا للمهرجانات والنشاطات السونيكية أسوانك. وحقيقة هي مفخرة أنا فخور أنا سونيك لكن أنا مولي فخور أنا أتكلم بهذه اللغة فخور. وانا ما الاستعانة مؤمن بالاستعانة باللغة الاجنبية كاللغة الفرنسية وانا درست حتى اللغة الانجليزية جيد. الحمد لله هذا الحمد لله الحديث كان شيقا حقيقة. شكرا. ويفتح افاقا ان شاء الله ويفتح افاقا لجميع الموريتانيين لكي يوحدوا لغتهم. وخلاصته او من خلاصاته اننا لا نحتسب شعب متعدد الثقافات. لا 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 ما عندنا ثقافة واحدة. عندنا اللغات متعددة الألوان لكن الثقافة واحدة في اللغات وربما نختلف في ذوق في ذوق وفي ذوق حتى بين توأمين. حتى ذوق قد يكون حتى بين توأمين قد الألوان لا 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 لكن هاي ملي أشكال إنسان يعرف هذا الدين. هاي الألوان مختلفة موجودة في الأسماك في البحر وفي الحوت في البحر وفي الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوان وغراب بسود السود اللي ماولي لكن انت واحدة وفي حيوانات السوداء. شكرا لكم. شكرا لكم دكتور محمد كوريرا. شكرا جزيلا. وأنا مول أشكركم إن شاء الله أن نجد فرصا أخرى لمتابعة هذا الحديث. شكرا للزملاء. شكرا وشكر شكر خاص لجهة نواكشوط لتوفيرها هاي المكتبة الثرية حيث سجلنا برنامجنا هذا ونسجل برامجنا. وشكرا للمشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.